سننتقل الآن للإعلان عن المرشحين الثلاث في مجال القصة القصيرة باللغة العربية. المرشح الأول هي حراء موسى، 18 سنة من محافظة ديالى. قصتها بعنوان خلف الباب المغلق، تراجيديا طفلة يتيمة إبان احتلال الموصل. دلو ممتلئ قال: هل أستطيع مساعدتك؟ قلت له: لا، وهل بقي شيء لكي تساعدني؟ قال: لا أفهمك، هل حدث أمر ما؟ قلت له: ألم تعلم ماذا حصل؟ إن النهر قد جف. قال: أتستهزئ بي؟ كيف للنهر أن يجف وكانت الأمطار غزيرة هذه السنة؟ قلت: أدري جيدا يا بني، ولكن حدث ما حدث. بينما هو ينظر إلي بوجهه المتعجب، ركض مسرعا نحو النهر. بعد دقائق قليلة أتى غاضبا محمر الوجه ودلوه مملوء بالماء. وضع دلوه على الأرض بقوة وقال: ألا تخجل من الكذب يا سيد؟ أنت رجل كبير. أما المرشحة الثانية هي أنات ضرغام عبد الحميد من الموصل. مرحبا أنات، خلينا نشوف أنات. أنات قدمت عمل باسم المحطة الأخيرة، فلسفة القطار في دوران الحياة، معالجة العنصرية والطبقية. المحطة الأخيرة. جلست بتحفظ بجانب شاب أبيض آخر حيث سألني ببرود: عن ماذا تبحث؟ عن رجل سرق علبة سجائري الوحيدة. قاقها ضاحكا وبحركة مباغتة منه أخرج مشطا وبدأ بتسريح شعره الأشقر. فجأة صرخ الزنجي عليه وشفته ترتعش غضبا: تبا لك، أنتم البيض لستم أسياد الكون. المرشح الثالث هي سيلاف حسن محمد، قد 20 سنة من دهوك. قدمت عملا بعنوان دلو ممتلئ، إذا كان لديك هدف اعمل للوصول إليه. خلف الباب المغلق. الجولة قد بدأت والباب المغلق سيغلق. في حينا القديم لم يكن هنالك رجال يشبهه أو آباء بمثل غضبه. لطالما تمنيت أن يكون لي يتمي أب، لكن يا ترى هل حينما دعوت للرب بأن يبعث لي أبا أخطأت الملائكة وجلبت رجلا آخر غير الذي تمنيت؟ كنت متيقنة من ذلك، فمحال كثيرا أن تمنيت مثله والدا. إذن أعلننا عن الثلاث مرشحين بجوائز القصة القصيرة باللغة العربية. تتفضل الآن الكاتبة والروائية الأستاذة عالية طالب للإعلان عن الفائز الأول في القصة القصيرة باللغة العربية. هلا أستاذ عالية. أهلا وسهلا. هلا أستاذ عالية، شلونك؟ شلون صحتك؟ السلام عليكم. سعيدة بوجودي بين زهرات المستقبل العراقي، جيل الشاب الصاعد. تمنيات دائما التميز لكل الأجيال المميزة. الفائزة الأولى في مجال القصة القصيرة العربية، من تتوقعون؟ كلهم فائزون بالتأكيد، مجرد المشاركة هي فوز، لكن من أخذت الفوز بالمرتبة الأولى أنات ضرغام. ألف ألف مبارك أنات. شكرا جزيلا استعالية. شكرا لحضورك. أنات، ليش المحطة الأخيرة؟ المحطة الأخيرة لأن البشر جميعهم قد علقوا تحت عجلة الحياة السريعة، لهذا فهي رسالة
إلى كل من علق تحت عجلة الحياة السريعة، إلى كل من علق تحت الروتين هذا، فلنحيا بأرواحنا لا بأجسادنا، لأن قطار الحياة سريع جدا وقد نلقى خارجه في أي لحظة لندفع مع القليل من الذكريات الجميلة. شكرا زين. شكرا الله. شكرا أنا شكرا شكرا للموصل الجميلة. شكرا الله شقد مليحة أنت، الله يحفظك. ننتقل للإعلان عن الفائز الثاني بالقصة القصيرة وراح اللقب إلى سيلاف حسن. المتسابقة حراء موسى حازت على المركز الثالث، تحية كبيرة لحراء. ألف مبارك هذا الفوز.